متابعي الصفحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون. بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 1969 الموافق ل 12 جانفي من كل سنة، وهو عيد الاحتفال بيناير، أتقدم بأحر التهاني وأطيب التماني لكل الشعب الجزائري بأن تكون هذه السنة سنة خير، حب وازدهار لبلدنا العزيز، وأن تعود علينا باليمن والبركات. كل سنة أنتم والجزائر بألف بخير. أسكاس أمكاس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.